بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مع أم تسنيم. اليوم إن شاء الله جيتكم بوصفة للتفاح بالكراميل للأطفال. أنا هذه الوصفة كانت طلبتها مني واحد الأخت وفي القناة بزاف بزاف على هذه ما حبيتش نتأخر عليها ولازمني نلبي لها رغبتها. إذن واش نحتاجو لهنا في مقادير الوصفة؟ سهلة جدا وسريعة وفيها حتى حاجة. عندي لهنا التفاح، أي نوعية عندكم. أنا عندي هذا التفاح الأخضر، بالعاني خيرتو هكذا يكونوا صغيرين بهكذا، يعني الطفل كيما يهزهم تجي حبة على قد يده، متجيش كبيرة يعني، حتى إذا كلا حبة يقدر يزيد بحد أخرى، ماشي كيما ديري له حبة كبيرة قادر يأكل نص ويرمي نص. اذا هذا التفاح لهنا الكميه اللي تحبيها. عندي لهنا الاعواد، هذه اعواد الشواء عادي اللي عندنا كامل، حكمتها قطعتها بالمقص هنا، درت الطول تاعها يكون موالم هكذا باه لما نركب فيها الحبه تاع التفاح تجي قد ما يجيش الاعواد هذوك يجيوش كبار بزاف. عندي لهنا الصوص، نحتاج كوب من السكر، هذا الكوب تاعي اللي هو الفتوني 240 مليلتر سعته. عندي كوب الا ربع من الماء، وعندي ملعقه كبيره من الجلوكوز. الجلوكوز كنت خدمته معكم، راهو موجود في القناه. عندي لهنا ملون غذائي احمر. اذا راح نبدا اول خطوه، وش هي؟ احمر هدايا مش احمر. راح نحكم هذا الاعواد، نحطهم لهنا. لهنا تفاح، عفوا راني غسلته مليح، نقيو له هذا اللي يجي في الاعلى باه يعني الصغير اذا كلاه يلقى هكذا نقي. هكذا نحاولوا نحطوه داخل العود هذا باه يمسكنا هذا الحبه مليح هكذا، وين يعني اذا تهزت ولا ما يتكسرش العود. هكذا نزيد حتى نكمل كامل الحبيبات تاعي. انتم وليداتكم شحال يعني تعطيو لهم هكذا؟ الو انا نكملهم ان شاء الله ونرجع لكم. اذا هنا كما راكم تشوفوا راني حطيت كامل التفاح في اعواد بهذه الطريقه. راح نبداو الان في الصوص. راح نجيبو السكر نحطوه هنا في مقلاه، نضيفوا له الماء هكذا، نضيفوا له ملعقه تاع الجلوكوز، هنا الجلوكوز اللي ما عندوش عادي يقدر يستغنى عليه، لكن هو يعاون بزاف. راح نحطه لهنا على النار، مكونات هذه نحطها على النار جوست تبدا تغلي لي، ونشوف هذاك السكر بدا يذوب نحط له الملون الغذائي. اذا هنا ها هو ثاني حطيت على النار. هنا النار نقصوا لها مليح ما تقبلهاش هكذا باه السكر هذاك يذوب على قربو. نحركوا شويه هذه المكونات. نحركوا شويه نعاون السكر هذاك باه يذوب. هكذا انا نحرك شويه هكذا حتى نحس هذاك السكر ذاب ومن بعد نرجع لكم. اذا هنا هايلك، هنا بعد ما حركت السكر هذاك راه ذاب، الخليط راح يبدا يغلي. دوك راح نضيف الملون الغذائي احمر طبعا. نقص للنار دوك، نخليها نقصه بيان يعني مش قويه خلاص، نقصلها على الدخل نخليه يغلي. دوك نخليه يغلي حتى يثقل، يا
يرجع ثقيل، ياكم تشوفوا نجيب ملعقه. شوف القهوه معايا راه خفيف، هاي شربات يعني ما سكر برك، لكن حنا نحتاجوه يكون ثقيل بزاف هكذا باه يلصقنا على الحبات تاع التفاح. هاكا دونك يبدا يغلي نخليه، اللي تلاحظوا هنا راه بدا يغلي، راح نخليه هنا حتى يغلي هكذا ما نمسش فيه، وبعد ما يغلي لي وينشف راح نجي لكم ونقول لكم شحال دا لي الوقت وهو يغلي. اذا هنا كما راكم تشوفوا انا القوام تاعو راه فقد هكذا، هاي قد قل اللي هنا راكم تشوفوا الرغوات كثيفه، انا عندي 10 دقائق وهو يغلي. دوك راح نطفي عليه، نخلي هذه الفقاعات فقط تهدم شويه والخليط هذا يتعدل تاعو ان شاء الله، ومن بعد نكملوا. اذا نحاولك لهنا الخليط كما راكم تشوفوا ليه هكذا بيبان لكم مليح في الثقل، هكذا اللي هنا راهو تهدرن هذيك الفقاعات. دوك نحاول هاد الحبات اللي هنا نحطهم في الخليط، نحي هذا الملعقة هكذا، هكا بهذه الطريقه اللي هنا هذا اللي قاد لي الفراغ بملعقه فقط هكذا، نحاول نخليها تقطر هكا. هذاك الزائد كامل نهبطو لهنا، تقدروا ديروا لها عفوا دوكوش يعني دوك جوست هذا يهبط مليح، تعاودوا لها مره اخرى هكذا مازال يحبطها. اذا هكذا كما كنت تشوفوا بعد ما غلفتها راح نحطها هنايا على ورق الالومنيوم، نعاود واحده اخرى هكذا حتى نكمل الكميه كامل اللي عندي. لهنا راه ثقيل راح يعاونكم في الخدمه اذا كان ثقيل. نزيد هذا القطرة هكذا باه يجينا الشكل كامل، هكذا ونخليه هذاك الزائد كامل يهبط. بهذه الطريقه انا راح نكمل الحبات كامل اللي عندي هكذا باه ما نطولش عليكم ان شاء الله، وبعد نشوفها بعد ما ينشفونا شويه ان شاء الله. اذا وصفتنا لليوم هاي لك، بعد ما كملت لها كامل غطستها في صوص كراميل. لهنا نصيحات تزربوا شويه هكذا باه ما ينشفلكمش هذاك الكراميل، اذا رجعتوه للنار طلعتو ترجعوا تعرفوا بلي فيه الجلوكوز اللي ليه يسخثر. اذا هنايا كونوا شويه سريعين في العمليه ان شاء الله باه تنجح معكم وصفه سهله جدا للاطفال. نتمنى ان شاء الله الاخت اللي طلبتها راح ان شاء الله تجربها وتصلح لها الاخت الصيفيه. اذا نتمنى ان شاء الله يا ربي يجربوها الاخوات كامل لوليداتكم تفرحوهم بها. راني على بالي منتشره بزاف في الاسواق سيغمون، كي تخرجوا اطفالكم راح يهبلكم عليها هكذا خير نقيه في الدار تخدميها بيدك افضل. نتمنى ان شاء الله تجربوها، ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في نفوسكم والسلام عليكم.